مساء الخير. من يفتح باب مدرسة يغلق باب سجن. حبيت أبدأ بهالقول المأثور للكاتب الفرنسي فيكتور هوغو، لأنه نحن بلبنان إضافة لأزمتنا الكبيرة، فنحن بأزمة أخطر وأشرس، وهي أزمة القطاع التربوي يلي هو مدماك أساسي بلبنان. بيروت أم الشرائع ومنارة العلم، فهل بدأت التربية تفقد أسسها مع كل ما يمر به هذا القطاع، صحياً مادياً اقتصادياً واجتماعياً؟ لم تكد المدارس تفتح أبوابها ويعود الأولاد إلى مقاعد الدراسة حتى أتت الإضرابات والأزمات الصحية، فمعظم المدارس تقفل تدريجياً بسبب كورونا، والمدارس الرسمية لم تبدأ فعلياً عام الدراسة بعد. المواضيع التربوية رح نطرحها اليوم مع عضو تكتل لبنان القوي النائب الأسيس إدغار طرابلسي، كما رح نكون بمداخلات مع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، ومع الأستاذ ريموف غالي عن لجان الأهل، وكمان رح يكون لنا مداخلة مع مدير عام وزارة التربية بالتكليف الأستاذ عماد الأشقر. بداية أسيس، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء النور لك وللأهل. اليوم أردنا أن نخصص حلقة تربوية من بعد ما كنت ضيفنا الجمعة بحلقة سياسية. أسيس، كيف تصف قطاع التربوي؟ كيف تصف الواقع الذي نمر به؟ قبل ما نبدأ بصرخات الناس يلي ما وقفت من مبارح بعد ما عرفوا أن الحلقة عن التربية، ماذا يطلب كحضرتك عضو بلجنة التربية ويعني مهتم بهذا الموضوع إلى أقصى الدرجات؟ أنا مهتم بالتربية، مهتم بالإنسان، مهتم بأولادنا. وأنا بعرف أنه صرخة الأهل عم بيتواصلوا معي لحد ما فتنا، مش قادرين يتحملوا انفلات الأقساط المدرسية وفرض الدولار الكاش الأكسترا على الأقساط، والزودات اللي عم تتراوح بين 47% و100% وبتقفز ببعض المدارس. الوضع التربوي بده ورشة عمل حقيقية. ابتدأ شيء من هيدا التنين الماضي بوزارة برئاسة الحكومة بدعوة من وزير التربية، ثم اللقاء التشاوري التربوي. لقاء تشاوري اجت كل الجهات المعنية بالتعليم العام والمهني والجامعي، وكانوا كلهم عم يشكوا ويبكوا ويقدموا مصائبهم. فعلا مصاب كتير كبير، يمكن ما بيعرف قيمته اللي ما عنده حدا بالمدارس أو بالجامعات، ولكن المصاب من أكبر مصائب لبنان حاليا، ونحن ما فينا نهمله، ما فينا نتركه. لازم يكون في أكثر من شكوى وحائط مبكى وإعلام، لازم يكون في ورشة عمل حقيقة تطلع بشيء عملي. قالوا في 4 ورش مماثلة، الورشة الأولى جيد، استعرضوا الأشياء أوكي، بس أنا بدي أطلع لشوف كيف بدهم يمشوا بالاتجاه العملي. هيدا الأهم، بالأخير الناس عندها أولاد وعندها طلاب بالمدارس والجامعات والمهنيات، وتتجاوز الأزمة قصة الأقساط والمعاشات، لأنه هي أقساط على أهل، معاشات على الأساتذة. مثل ما تفضلت، في مدرسة رسمية بعد ما علمت عملوا 25 يوم، والمدارس الخاصة عملوا 4 أشهر، فكيف بدنا نواجه الامتحانات الرسمية وعندنا القطاع المهني ما حدا بيحكي فيه؟ صحيح. ما بعرف إذا عم بيدرسوا. صحيح. أسيس، قبل ما أكفي مع حضرتك رح ينضم لنا الأستاذ عماد أشقر يلي أصبح مدير عام وزارة التربية بالتكليف. مساء الخير أستاذ عماد. النور. بداية بدي لك مبروك. ألف مبروك أستاذ عماد. شكرا. الله يأخذ بيدك بمهمة صعبة بوقت صعب جدا. خليك. صحيح أستاذ عماد، بنعرف أن حضرتك كنت أيضا مسؤول القطاع الخاص، قطاع المدارس الخاصة بوزارة التربية. شو الخطة يلي ممكن تعتمد لحتى فعلا نوصل إلى مكان الأولاد يكونوا على مقاعد الدراسة مش خارجها مثل ما عم بيصير هلأ، والأهل قادرين يكفوا يعلموا أولادهم؟ لأنه أنا متأكدة أنه في أهل ما بقى قادرين يكفوا يعلموا أولادهم، وتكون المدارس بمحل كمان قادرة تكمل. مساء الخير لحضرتك، ومساء الخير للصديق الأسيس والمشاهدين. بداية بدي أشكر مع الوزير التربية لثقته في بتكليفي بهالمهمة اللي هي بفتكر بفترة كتير دقيقة، وبتأمل الكفة يلي بلش بفلس فديرة الوجه له كل تحية. لا شك نحن قدام مفصل تاريخي بحياتنا التربوية. هذا البلد اللي بني على التربية، حضرتك تفضلت انت بالمقدمة انه من مدماك لبنان، انا فيني اقول لك هي المدماك الوحيد اللي بني عليه لبنان، واذا فقد هذا المدماك ما بعرف شو رح يبقى لنا. ما بعرف، انت مطلع النفط بالبحر
وإذا طلع النفط بالبحر. مشان هيك بدنا نرجع نشتغل على ثروتنا الإنسانية مع أولادنا وطلابنا، وهذا الشيء مش بس وزارة التربية بتقوم فيه، هذا الشيء بتضافر جهود الجميع، إن كان بالتشريع من خلال السادة النواب يلي ممثلين بحضرة الأسيس الناشط بهذا الحال، من خلال لجنة التربية النيابية مع ست بقية يلي حريصة على التربية كثير، وطبعا من خلال الحكومة من خلال مع الوزير، ونحن كجهاز إداري عم يشتغل والمعلمين والأهل. المشكلة اللي عم بيصير عم ننجر لمواجهات بين بعضنا، عم بحكي بالتعليم الخاص. نعم. لأنه كنت قيم عليه بفترة طويلة وبعدني قيم عليه هلا، وأضيف إلي مهمة المديرية العامة. التعليم الرسمي مثل ما قال الأسيس يمكن بأحسن حالات علمنا شهر، وهذا يمكن مرحلة ابتدائية، مرحلة ثانوية أقل. وبستخدم الفرصة أتوجه لكل المعلمين. الجندي بينجرح بالحرب لعدى جرحه تيتخطى المعركة تيرجع يتطبق. بدنا نتكاتف كلنا سوا، بدنا نقدم شوية تنازلات كلنا سوا مع الوزير، مع نوفر فرصة تيأمن الأحسن للمعلمين ويحسن من ظروفهم. نفتكر تقدم كثير اشياء، ولازم هن يتقدموا بخطوه الى الامام، يلاقوا مع الوزير حفاظا على اجيالنا الطالعه، لانه حرام اولادنا للسنه الثالثه دون تعليم، وهذا شيء خطير علينا. ما بكفي التعليم الخاص عم يتعلم، لانه مثل ما قال الاسيس بالاخر عندنا امتحانات رسميه حنوصل لها، وبالنهايه مين حيعمل امتحان؟ هل الخاص في يعمل امتحان بس؟ هل وصلت الليجل بالخاص يلي عم بعاني هون بين هلالين مع أهله؟ ما بقى فينا نقول إنه بالخاص هو ميسور وعم بيعلم. في بعض المدارس فيها بعض الميسورين، أما البقية فهي في خطر وجودي كمان، وبالتالي هذا كمان يقتضي الأمر للرجوع له. أشار الأسيس للحلقة اللي صارت الحوارية ورح تمتد هاليومين القادمين، إن شاء الله نطلع بمخرجات تخدم التربية ونرجع ننطلق، وضروري ننطلق، لأنه إذا ما انطلقنا نكون عم ندفن لبنان بيوتها. أستاذ عماد، أنا ما بدي أخذ كتير من وقتك، بس في سؤال كمان عم ينطرح كتير. مش كل المدارس الخاصة عم تتعلم أيضا؟ في نسبة تفاوت بالمدارس بين إضرابات الأساتذة، يعني طبعا حقوقهم محفوظة هلأ منهم موجودين هون لحتى يكونوا عم يحكوا، وبين أزمة كورونا ومدارس بكاملها عم تغلق بسبب الوضع الصحي. فشو الخطة الموضوعة، خاصة أنه اليوم كمان إجاني شكوى من الأهالي بمدرسة بعجلتون ما رح سميها، من بعد زودة 50% على القسط بأول السنة هلأ في 3 مليون زودة بشباط، يعني كيف عم تتعاملوا مع المدارس بهذه الطريقة؟ بدالك نحن بحالة تشبه بابل بموضوع التعليم والتدريس. في عنا مشكلة بالنبطية أكبر من هيك، عنا مشكلة بالمطرح كمان. عم يصير في تضويع على شقفة من التعليم الخاص دون غيره، يمكن لأن صوتهم أعلى أو صوتهم بيوصل أو الإعلام مركز عليهم. أنا دعوتي، ومش هحلك إنه ما في مشكلة، دعوتي للكل لتقديم تنازلات، وما يكون الحل على حساب الأهل، لأن دائما الحل عم يكون على حساب الأهل. أنا بداية الأمر أنا أهل، وعندي أولاد بالجامعات وعندي أولاد بالمدارس، والمشكلة نحن بنحكي عن الجامعات كمان يلي بصمت على الأشياء، عم بتصير ضرب 4 أو ضرب 10 يمكن كمان أكثر من المدارس. ودعوتي من خلال منبرك، وطبعا بدي حلقة أكيد، وإن شاء الله بنعملها سوا، وإن شاء الله بتكون ضيفنا بحلقة كمان إذا الله رد، نمد إيدنا لبعضنا نسهل الأمور من مؤسسات أول شيء، وأهل ثاني شيء، ومعلمين ثالث شيء، لأنه هالثلاثة إذا انكسر واحد منه انكسرت المؤسسة، وإذا راحت المؤسسة ما بعرف شو عندنا بديل عنها.
استاذ عماد، انا بدي اتشكر هالمداخله. استاذ بتحب تطرح عليه سؤال لاستاذ عماد قبل ما نختم معه؟ بدي اسال استاذ عماد، سعاده مدير العام بكونه كان مسؤول عن التعليم الخاص، التنين بعد 8 ايام في هيئه عامه تشريعيه للبرلمان، القانون اقتراح القانون السادس في الترتيب هو يلي عمل جلبه من فتره وما نوضع ورقيا بين ايدين النواب، يلي بيطلب التعديل بالقانون 515 المادة الثانية حتى يتعلق العمل فيها، وبالتالي الأهالي خائفين، الأساتذة خائفين، إذا تعلق العمل بالمادة 515 يلي بتحدد النسب يلي بتبني القسط على أساس، والميزانية تبع المدرسة الموازنة على أساس 65 للمعاشات و 35% للرسوم التشغيلية، فهيدي عملت جلبة ونحن فتنا فيها ونحن متفاهمين المدارس، ولكن أنا من يلي قالوا أنه ما فينا نعلق العمل بالقانون هيك تعليق بدون ضوابط. بدي أسألك، كونك كنت الشخص المسؤول وبعدك المسؤول وزادت مسؤوليتك، شو عنا اقتراح من قبلك بهيدا الموضوع بالذات؟ لأنه إذا رفعناها، وأنا ما بعرف مجريات التصويت كيف بتمشي، أنا ما بعتقد رح تمشي، بس إذا رفعت هيك شو بيصير؟ شو الحل يلي سعادتك بتقترحه؟ أول شيء 515 صدر سنة 96، وهو كان نوع من العقد الجماعي، الله يرحمه دولة الرئيس رفيق الحريري كان بوزنه لقدروا وقعوا الأطراف الثلاثة، وما يصح سنة 96 أكيد لا يصح سنة 2022 لانه ما في شيء بيشبه هابل. وبالتالي انا مش مع تعليق العمل بهالماده دون اي ضوابط، وانا من الناس المقترحين اعاده النظر وخلق قانون جديد يرعى العلاقه الثلاثيه بين الاهل والاستاذ والاداره وكيفيه وضع القسط المدرسي. يمكن تعليق الماده بيخلينا نروح على تحرير القسط، وبالتالي نحن قدام مجزرة تربوية. صحيح، هذا جد ردي هلأ، وبتأمل أرجع معك أسيس نقعد نحكي ونشوف كيف إن شاء الله بنعمل حلقة سوا بتكونوا كمان إذا الله راد. لازم نصيغ حل معا، لازم نصيغ حل معا. شكرا. بدأ أتشكرك كثير أستاذ عماد، وعلى أمل أنه يكون الحل يعني يرضي جميع الأطراف ويكون مش الضحية الأولاد مثل ما عم بيصير هلأ. شكرا لك. أسيس، حكيت كتير كمان عن تعليق العمل بالقانون 515، رفع الأقساط، يعني الأب ناصر هرق بعد شرح ينضم لألنا، بس بحلقة سابقة معي هون على البلاتو قال أنه من المتوقع أنه العام المقبل يكون فيه جزء فريش، ما بحق لهم يتقاضوا فريش لأنه بده قانون من مجلس النواب، ولكن عم تعتبر هلأ المدارس اللي عم تاخد فريش دولار بمثابة هبات أو صندوق مخصص للمعلمين، يعني عطول الأهل هن يلي عم يدفعوا الثمن، وأكيد مع احترام حقوق المعلمين ومع حق المدارس ومع كل الحقوق، بس بده يكون في حل جذري لهذا الموضوع. حتما لازم يكون في حل. أنا متفهم للمدرسة الخاصة والمدرسة الرسمية، متفهم لاثنين وداعم لاثنين، ولكن لما بينطرح موضوع مثل هيدا، وحتما أنه مش تعلق العمل بال 515، انضرب فيه بالحائط، انه ما بقى في اساس للشغل المشترك بين لجان الاهل يلي بيمثلوا الاهل من جهه والمدرسه، فمش عم بيفهموا لجان الاهل على اي اساس منحدد هالنسبه او تلك حتى من الفريش. فنحن بحاجه لدراسه. انا اجتمعت مع الاب يوسف النصر ومحامين المدارس الخاصة والاتحاد المؤسسات، قلنا لهم لازم ينعمل دراسة، هلأ العبارة الجديدة صارت معروفة أكتوارية، نشوف فعلا عدد هالمدارس يلي هنن شي 1200-1180 مدرسة، اللي هنن شو هو الرينج يلي عم بيمشوا فيه ما بين مصاريف تشغيلية ومعاشات. خلينا نشوف فعلا الدين كسرت هيدي الـ 35. ما فيني اقول انا علقت العمل بالـ 515
وبالتالي صار تعاقد حر وميزانية موازنة حرة. بدهم يعرفوا الأهل ليش، ولازم يكون في دور لألهم يعرفوا ليش. هلأ بأسهل ما يكون بعض مدراء المدارس بيرموا على الأهل، حلوا أنتوا والأساتذة. بيجوا تحلوا هن الأساتذة، الأساتذة بيهددون بيقولوا لهم ما بتعطونا اللي عم نقوله نحن من أضرب. هلأ في أهل عم بيقولوا لهم إذا ما بتحافظوا على أقساط معقولة نحن اللي بدنا نضرب، مش رح نبعت أولادنا على المدرسة. شو بيصير بالمدرسة؟ بس أسيس هون كمان بين الليلين في لجان أهل، ما بدي أستعمل كلمة يعني متهمين مش متهمين، في لجان أهل، في بعض الأهل بيعتبروا أنه هن متواطئين مع إدارات المدارس ومع الأساتذة ليوصلوا لهذا الكومبرومي بين الكل. كمان رح يكون عنا حدا من لجان الأهل في شيء من هذا القبيل ببعض المدارس. بس أنا بدي أقول إذا هذا الشيء موجود هو الحق على الأهل، الحق على الأهل، ما قالهم جلادي يروحوا يترشحوا، ولا قالهم جلادي يرشحوا ولا ينتخبوا ولا يجوا يطلعوا ولا يسألوا ولا يسألوا، الحق عليهم. هلأ بيعتذر بهذا بيخليهم يتحملوا المسؤولية. لا أكيد، ما هي مسؤولية مشتركة بين هالثلاث أطراف. في تويت حضرتك كمان قايلها أسيس، المدارس الخاصة تطلب دعمها للحفاظ عليها لتستمر برسالتها التربوية. نعم لدعمها لا لانهيارها، إلى الآن هي عماد التربية في لبنان، لكن هل هي مستعدة للتصريح عن الهبات والمنح التي تأتيها من جهات متنوعة للجان الأهل عند وضع موازناتها؟ الشفافية مطلوبة من المانحين والأهل معا. خطير هذا التويت أسيس. أكيد خطير، لأنه المدارس الخاصة خاصة الأمولوجية اللي عندها يعني سيستم الباك فرنسي، مش بس هنين. هلا الاب النصر بيحكي بنترك له الكلام له، نحن بدنا ندعمه، بدنا ندعم المدارس الخاصه، مش من صالحنا تنهار. طالبوا انه نحن نقعد مع الجهات المانحه الامميه او الدوليه مباشره وجها لوجه، وطالبوا بالدعم. طيب انا بتمنى لهم كل الدعم، خاصة أنه أنا وزميلي الأستاذ أسعد درغام أصحاب القانون الشهير يلي نجح أخيرا، الهوية أو البطاقة التربوية، يلي من جهة بحد من التزوير ومن جهة بأمن المنح للطلاب بالتساوي. مش بس ابن اللي بيو بالدولة بيقبض منحة، واللي بيو مش بالدولة ودافع ضرائب ما بيقبض منحة، ما بيصير. فأنا وزميلي أسعد قدمنا هالاقتراح والبرلمان أيدوا، بدنا ندعم أولاد كل الناس بالتساوي لأنه العلم حق للجميع. صحيح، ومن حقوق الإنسان الأساسية. ولكن إذا أنا عم بطلب من الأهل يزيدوا ويعطوني إكسترا ويعطوني دولار، أو عم برفع 47% 70% 100%، من حقي أنا كدافع للأقساط أني أعرف بتمام بشفافية مطلقة المدرسة شو عم بيجيها هبات، لأنه في مدارس عم بيجيها هبات أكان من الدولة هاي أو الدولة هيديك أو الطائفة هاي أو الطائفة هيديك، مسيحيين ومسلمين. بيجوا أصحاب المدارس بيقولوا قديش عم بيجيون هبات، إذا عم بيجيون هني بيقولوا ما عم بيجينا، في البعض بلا عم بيجي، بيصرحوا للأهل أم بيحطوها عندهم. بدهم يطلبوا من المؤسسات الأممية، المؤسسات الأممية ما بدها تقعد معهم بصراحة، عندها تخوف انه تقعد معهم تتعطيهم مصاري وهن ما بيكشفوا عن موازناتها. هن قالوا لما انطلب الاب النصر قال نحن مستعدين نحط حساباتنا بكل شفافيه قدام الراي العام، قدام المؤسسات المانحه. قبل ما نحطها قدام المؤسسات المانحه بدنا نحطها قدام لجان الاهل، لانه المدرسه هي اهل كما اصحاب مدرسه كما معلمين، صحيح، كما وزاره كما الى اخره. فانا هيدا اللي خلاني اكتب هالتويت حتى نلفت النظر انه يا حضرة اصحاب المدارس الخاصة، هلا هولي جزئين، في جزء منهم تابع لجمعيات وطوائف وفي جزء املاك شخصية استثمار عائلي من زمان، مدرسة يملكها هيدا هولي العائلة، هولي انا بخاف عليهم، صدقيني انا قلبي عليهم هول، مع انه هولي اكتر شيء بينسبوا بالصحافة انه هولي الرأسمالية اللي عم بيستثمروا مال، مثل كأنه عيب واحد يستثمر مال بمدرسة. هلا صار في كتير مفاهيم اصلا مختلف هولي عليهم، شو بنعمل فيهم؟ بكرة بيزمتوا أصحاب المؤسسات الطائفية والمرتبطة بدول وإلى آخره، بيزمتوا بالمنح. أنا شو بعمل بهاي المدرسة اللي عمرها 70-80 سنة 90 سنة أحيانا أكتر، يلي عم بتعلم وما رح يجيها دعم؟ فبدنا نلاقي حل، الحل هو في البطاقة التربوية، والحل بدي اعتذر هو مركزي عبر الدولة.
قسيس، بس أنا في مرة كمان طرحت عليه للأب ناصر لما طلبوا دعم الدولة بمحلات ما، وما بدي أكون ثقيلة بالسؤال كمان، كانت المدارس الكاثوليكية والمدارس الخاصة تتميز أنه يلي بحط ولاده بمدرسة خاصة يا لطيف يعني ما، وتتميز عن المدرسة الرسمية. هلأ بوقت الأزمات صار كلنا بدنا نكون إيد وحدة وقطاع واحد، ما كمان هن بمطارح معينة كان في هيدا الإيجو الموجود لدى المدارس الخاصة وما كانوا يتقبلوا مساواتهم بالمدرسة الرسمية. هلأ شو عم بيصير؟ هلأ في نزوح حتى من المدرسة الرسمية إلى المدرسة الخاصة لأنه مش عم يتعلموا مثل ما قال الوزير معي بأحدى الحلقات. طب هذا بيعزز الإيجو. هلأ بدنا كمان ما نلومهم، هن سهروا على مدارسهم حافظوا عليها صحيح وعملوا مستوى تربوي بالوقت المدرسة الرسمية. وأنا قلت شغلة وفي حدا قال لي من أصدقائي اللي بحبهم بقلب الوزارة ما بوافقك الرأي، قلت أنا أنه المدرسة الرسمية هي الطفل المدلل لدى الدولة اللبنانية. المصاري اللي حطتها الدولة بالمدارس الرسمية بين عمار وبين معاشات، وحده الله بيعرف قديش كلفة التلميذ بالمدرسة الرسمية. وآخر النهار قد ما دللوه بس آخر النهار من أكتر مين بيضربه وأكتر مين بيحرموا الطالب من الدرس. هيدا اللبناني يلي ابنه كل ثروته بالحياة شايف ابنه أغلى من الدنيا وهي الحقيقة، مستعد يروح يبيع شقفة أرض من الأجداد أو يتدين تيعلم ابنه بالمدرسة الخاصة. لذلك أنا ما بيجي بصمتهم للمدرسة الخاصة وبضربهم حتى ينتسوا. أنا عم بطرح كل وجهات النظر. أنا بدي إياهم مدرسة الخاصة بمرحلة كتير دقيقة، أول شيء يحافظوا على محبة الناس لألهم، لأنه إذا والثقة. ما وثقة الناس، إذا الناس قلبوا أعداء لألهم بتجي ثورات بتطيح فيها هذه المدرسة الخاصة أيضا، لأنه بتطيح بالمؤسسة اللي وراها. إذا واحد ما تعلم من الثورة الفرنسية وما تعلم من الثورة البولشيفية الشيوعية، هلأ نحن ما صارت عنا أن تصير ثورة بالمعنى الكامل، بس لو لحقت وصارت كانوا فلوا على البيت كلهم. بس في يعني في جو عام يلوم السلطات الكنسية اللي هي ورا هيدا المدارس انه هلأ وقت انه تتحركوا، هلأ وقت انه تدعموا، هلأ وقت ما تحطوا اعباء زيادة على الاهل يلي هن في ناس بعدها معاشاتها على 1005. نعم. وفي مدارس عم بتطالب بالفلاش. هلأ بدي اقول المدارس الخاصة مش كلها مسيحية، طولوا بالهم علينا شوي. طبعا في مدارس، في مدارس مسيحية، في اتحاد مؤسسة التربوية، الاتحاد انا بروح بلتقى فيهم، فيهم كاثوليك وارتودوكس وانجيلية على الطرف المسيحي، وفيهم سنة وشيعة ودروز على الطرف صحيح. المسلم، وفي المؤسسات الخاصة يلي بيملكوها أفراد صحيح. وعائلات. فهولي كلهم عم بيعملوا المستحيل أنهم يخلوا الطالب عندهم، عم بيعطوا منح، ولكن كمان في أشياء فلتت من إيدهم، عوامل خارجية مش بإيدهم صحيح. مرتبطة بالسوق. إذا بدهم يعبوا خزان المازوت عم بيسألوا حالهم كيف بدي ادفع انا على تعبئه المزوت، لا معي فريش دولار ولا بيسمحوا لي روح على البنك جيب مصرياتي. اذا يدفعوا معاشات الاساتذه، البنوك عم تتصرف بوقاحه تامه مع المدارس، كيف بدي ادفع المعاشات؟ كيف بدي اتصرف؟ فهن كمان بورطه. ولكن بزمن مثل هيدا الزمن لازم يكون في لحمه بين الاهل واصحاب المدرسه، إذا كانت طائفة ولا جمعية ولا أفراد. وهون أنا بدي أدعيهم أنه يكونوا كمان شفافين أكثر مع الأهل ويروحوا بسياسات واقعية. فمثلا إذا جينا قلنا 200 دولار جر على كل الطلاب فريش إكسترا، ليش؟ فرجيتني بالضبط قديش مصاريفك، بركي مش 200، بركي 75، بركي 60، بركي 90. ما هيدا اللي بدنا لما بيكون فيه الوضوح بيبطل فيه علامة الاستفهام، علامة التعجب، القهر، بيبطل فيه شعور انه عم بيسرقني. هلا في ناس عايزين المدرسة الخاصة وعم بيسبوها، وانا بقول لهم طولوا بالكم هيدول بأزمة، بس حتى تخلوا الناس يوثقوا فيكم يا اصحاب المدرسة الخاصة، اكنتوا افراد ام جمعيات ام طوائف، رجاء اعتمدوا الشفافية واعملوا المستحيل، لأنه قبل ولادة الدولة كمان مرقنا بأزمة حرب الـ14 وحرب الـ40، وكان في على أيام المجازر كمان بالـ60 كان في مدارس بلبنان، وكان العمل المدرسي والتربوي والتعليمي عمل إرسالي يلي عم بيعمل مدرسة كان يبقى هو عم بيعلم الأولاد ما قادرين يتعلموا مرسل صح؟ إيه؟
أسيس كمان قبل ما فوت بالبطاقة التربوية وبكل تفاصيلها وقبل ما ينضم لنا بير نصر، تقدمت بسؤالين إلى الحكومة حضرتك، قلت بتاريخ 18/11/2020، الأول حول المدرسة الافتراضية اللي أعلن عنها المركز التربوي، والثاني حول اللابتوبس المقدمين كهبة إلى الدولة اللبنانية ويلي صار جدل كتير كبير حولهم. وبتقول أيضا أنك سمعت من الوزير الحلبي أنه اطلع على هذا الموضوع. هدول تحديدا، ما خلينا نشرح للمشاهدين وللناس المدرسة الافتراضية ماذا تعني وقديش ممكن تساعدنا بهالمرحلة الصعبة اللي نحن عم نمرق فيها. على أيام الرئيسة الدكتورة ندى عويجان رئيسة المركز التربوي أعلن عن المدرسة الافتراضية، وبوجه التحية لها، بوجه التحية للمركز التربوي الأستاذ جورج نهرة، بوجه التحية لصديقي الدكتور ميلاد السبعلي هالجينيس يلي كان ممكن يعملنا أحسن مدرسة افتراضية بالعالم. هوني ما مشوا معهم وهالمدرسة ما قلعت، بقيت إعلان وما مشوا. نحن جماعتنا التقليديين، مع احترامي للوزير السابق والأسبق واللي سبقه والحالي صديقنا العزيز الوزير الحلبي، مش مؤمنين بالتعليم عن بعد. عن بعد طبعا. هلأ بهيدي الورقة في تخوف بعد من في هذا تخوف الموضوع. ليش؟ لأنه ما بنعرفه. نحن بنعرفه بالتعتير والشحار على الواتس أب، قال وشي اخبار يعني بتطقطق ضحك أو بتبكي. هي بتبكي فعلا للأهل والتلميذ. نحن لو اليوم عنا مثل ما عملت مبارح الإمارات العربية المتحدة المدرسة الافتراضية عندهم يلي مستدين يعلموا فيها مئات ألوف الطلاب بالعالم العربي، لو نحن رحنا طورناها ما كنا هلأ وصلنا للأزمة أنه المدارس الخاصة عم تطلب هالقد مصاري فراش تدور الموتور ولا يعملوا أو للنقل ليأمنوا وصول أساتذة، لأنه كان بيكون التعليم رحنا بغير اتجاه. صارنا فرصة بالسنتين الماضيين نعمل شيء ما عملني. أنا بعت رسالة أيام الوزير السابق ما جاوبوني. هلا الناس بيقولوا ليه عم تسالنا سؤال؟ لا انا ما عم بسالكم لكم السؤال، انا لما بعلن عم مارس حقي السياسي والضغط على الحكومه وعلى الوزير، رحت بسؤال ليه النواب بيعملوا اسئله، انا من اللي بيعملوا اسئله، وبعدين بدي اروح للاستجواب، الوزير قال لي نحن عم نحضر الجواب. وسالت عن اللابتوبات، معقوله دولتنا 9000 كمبيوتر نعطوها هبه مرميين هون وهونيك بالشركات ما اجى حدا استلمهم؟ لحد ما أثرنا الموضوع ب 26 تشرين مش هيدا اللي قبله. صحيح. في شركة سلمت 5007 وفي شركة ادعت انهم محروقين على البور، بعدين طلع هو بيعهم أخونا قبض حقهم من الأمم المتحدة من الجهات المانحة وفقعهم بيعة على دبي فربح مرتين، بعد لليوم ما ردون. فأنا رحت تابعت هيدا الموضوع، هولي رايحين للمدارس الرسمية تهالأساتذة يقدروا يعلموا أونلاين ويتبعوا الطرائق الجديدة. فهلأ هاي بالقضاء عم تنحل، وانا قلت له لمعالي الوزير بحلقه تلفزيونيه الاسبوع الماضي بتمنى تنحل صحيح، مش يجونا سبيكس اقل مع فرق صغير يسكتنا انه شي 100 لابتوب زياده، في مبلغ وفي كمبيوترات بسبيكس معينه. فانا عم تابع هذا الموضوع، عسى نوصل لخواتيم صحيحه وسليمه. ولكن انا بقول لك اذا ما بيحطوا التعليم عن بعد اولويه للمدارس وللجامعات بلبنان، انا بدي اقول لك انه في مسؤولين عن التعليم المدرسي والجامعيين والجامعي هن المسؤولين عن خراب التعليم بلبنان. اذا العقل الجامعي ما استفادوا من هذا الموضوع، ما استفاد وما كان افانغارديست يركض قدامنا ويقودنا نحو التعليم عن بعد، بل يضلوا يخوفونا وما يخوفونا. انا قلت هوني ومش فرقاني معي، انا ابني عم بيدرس اليوم بجامعة أمريكية محترمة بأمريكا أونلاين، ولما درس هوني وشفت ملا أونلاين عم بيدرسوا قلت له بي أوكي بدك تقلب على أمريكا قلب، لأنه في شيء قدموه. نحن هون تعتير وشحار، فبقى يعني كانت معاناة صراحة معاناة أونلاين فعلا بالمدارس، معاناة. تعرف شو معناتها تعلمي ولد؟ هلا انا بعرف بيصير يقول لك انه بده كمان يتعلم يكتب، مش عم بحكي عن الابتدائي، لا الاعمار الصغار اكيد مش عم بحكي عن المدارس الاونلاين، بس انت بصفوف متقدمه. هلا ما لي عين اعمل دعايه انا لبعض مدارس لبنانيه فاخره على العالي، بيقولوا عم نعمل دعايه مستفيدين، بس انه عندنا مدارس عندهم تشينز حول الكره الارضيه بيعلموا بطرق تفاعليه بتجنن. فالمشكلة نحن العقل التربوي مش متقدم لهالدرجة، وحتى العقل التشريعي السياسي في عقبة منه، وفي تواطؤ ما بين بعض النواب وبعض رؤساء الجامعات اللي بيدعوا انه هن ساهموا في بناء لبنان يلي هن عقلهم التربوي ما وصل للأونلاين، وإذا وصل له قال خايف من الجامعة التجارية هونيك بالزاوية تسرق له تلاميذه.
اف هيدا تصريح مهم استاذ، هيدا تصريح خطير. لا يعني في تواطؤ بين النواب ومدراء الجامعات والكل لحتى ما نقول التكافل والتضامن. التكافل والتضامن يعني معناتها في ناس في مدراء جامعات ما بيناسبها انه يكون في تعلق، لانه خايفين من الجامعه. مع انه الجامعه هيدا الشيء يعني المفروض التلاميذ كبروا واعيين ويقدروا يكونوا مسؤولين. قال انه تيجي الجامعات التجاريه عفوا، كلمه جامعه تجاريه كلمه مهينه بحق اللي بيطلقها. ما في جامعه تجاريه، اوكي؟ مثل ما في مدرسه صاحبها عنده ملكيه خاصه ورتينا من بيو او هو اسسها، هي مدرسه خاصه شخصيه. في جامعة خاصة شخصية حتى بقلب الولايات المتحدة الأمريكية اللي أنا بتطلع لها إنه هي المثال في التربية والتعليم، مع احترامي لباقي الدول طبعا. بقلب أمريكا في جامعات فور بروفيت وفي جامعات فور نون بروفيت. نحن بدنا نعمل تسابق. هلأ عم بيحكوا إنه بده يصير في رفع الحصرية التجارية، قانون التنافس، قانون المنافسة، وبالتعليم في منافسة، وما حدا بياكل من صحن حدا. ما يعطلوا هم الجامعات التاريخية المحصمصين وخايفين ويدعون انه هن عندهم الاهم، ما يعطلوا هم. كل خريج في له حدا رح يوصفه رزقته من عند الله، واللي بيجي لعندك لانه سمعتك عالي رح يضل يجي لعندك، واللي بده يروح لعند غيرك رح بيضل يروح لعند غيرك. بس تصوري انه قانون مثل قانوني بعده محطوط بالادراج بخافوا يطرحوه، بالوقت اللي قدموا قانون فرط بكامله راح سلطة 16 مادة، بدهم يجيبوا ويعملوا لنا قانون يفصلوا على طراز المقصلة برقاب الجامعات اللي هن بيعتبروها أقل شأنا منهم. فهي ما رح تمشي. بس أنا بقول لك هلأ إذا الجامعات بلبنان ما بتروح للتعليم عن بعد، عندها أزمة يا محلى أزمة المدارس. يعني فعلا هذا الانفعال بدل على قديش حضرتك عم تتابع هذا الموضوع بهالقد حرقة. أنا متابع، بس بدل لك شيء، انا ما عندي جامعه، اوكي، وما عم بعمل القانون تفتح جامعه، وما حدا ريشيني تفتح جامعه او تبيع بروجرام اونلاين، ما حدا ابدا. بس انا بقول لك اذا ما عملوها الشقيقه قبرص والشقيقه سوريا سابقنا. ايه الشقيقه سوريا سبقتنا بالجامعه الافتراضيه السوريه، وانا بقول لهم للشباب اللبنانيين اللي بيحبوا يطلعوا يتعلموا الجامعه الافتراضيه السوريه، ليش لا؟ طالما نحن هون جامعتنا هيك، اوكي. احنا عم نحكي عن الجامعات افتراضيا يلي هي يلي هي متقدمه اكثر اذا فينا نقول عن اونلاين، لان ما عم نحكي عن تلاميذ صغار. ايه هيدا غير بحث، وهو شيء كثير متقدم وشيء كثير بغايه الاهميه، بخليك انت الموظفه واللي عندك اولاد تكملي كمان، وبخلي المواطن. انا عندي صديق ساكن براس الجرد متقاعد من الدرك، ما بيقدر يبعث بناته على الجامعه اللبنانيه بالحدث لانه ما بيقدر يدفع لهم نقل. ايه تينزلوا يعملوا شو؟ تينزلوا يحضروا محاضرات نظريه؟ اوكي، اذا انا عم بعلمها التمريض او الجراحه او نفك الموتور، بدعي نهار اللي عندي درس تطبيقي على المختبر وعلى المصنع وعلى المستشفى، وبعدين كل المواد النظريه بتتعلم اونلاين. شو بيصير له؟ خلينا قبل ما نكفي، ما بعرف اذا صار جاهز مع الاستاذ ريمو فغالي. ايه استاذ ريمو، مساء الخير. ايه مساء الخير لك ولضيفك ولكل المشاهدين. اوكي استاذ ريمو، الله معك. الله معك، كيفك؟ حبيب القلب. اول شيء انا هيك ما بدي اكون اليوم عم بلعب دور محامي الشيطان، بس في كثير علامات استفهام عم تطرح حول دوركم كلجان اهل. في بعض الاهالي عم يعتبروا انه انتم عم تمرقوا كومبروميات انتم وادارات المدارس والاساتذه، وفي اهالي مش موافقين عليها عم بتصير بكذا مدرسه. استاذ ريمون، شو ردك على هذا الموضوع؟ شو دوركم كلجان اهل تطلعوا على موازنات المدارس، على الهبات، على كل شيء موجود، لحتى تكون كل شيء عم بيكون على شفافيه؟ شوفي، هيدي الخبريه انه الاهل بيعملوا كومبينات مع المدارس، انا برفضها جمله وتفصيلا، لانه من المعيب انه الاهل ينحكى عنهم بهذه الطريقه. بالاخر نحن كلجان اهل منتخبين قانونا من قبل الاهل، وإذا الأهل ما قاموا بواجباتهم ينتخبوا الناس الصح، مش مسؤولية لجنة الأهل ساعتها إنه هن مش عم يعملوا صح. بعدين أنا بالنسبة لإلي وبالنسبة لكثير من لجان الأهل اللي بنشتغل نحن وياهم، دورنا الأساسي هو الاهتمام بشؤون أولادنا
ودعم المدارس لاستمراريتها، لانه بالنتيجه اذا هالمدارس ما عندها استمراريه نحن بصير اولادنا بالشوارع، وهودي مؤسسات عمرها مئات السنين علمتنا بياتنا وجدودنا وعلمتنا لنا وهلا عم تعلم اولادنا. غلط انه نكون نحن وياهم بخلافات وبصراعات عبثيه بدون اي مسوغ قانوني. اليوم اذا في لجنه اهل عندها مشكله مع مدرستها، في طرق بالاول حبيه انه تعالجها، وثاني شيء في طرق قانونيه، بس انه نجمل كل لجان الاهل وكل العالم عم تعمل كومبينات وكل العالم تعبق تحت الطاوله، هذا شيء مش مقبول ولا يعني عيب انه واحد يحكي فيه. على كل حال هيدي النقطة مش جاية من الهواء، هيدي النقطة جاية من وراء معلش اللي صار بالقانون 46، وأنا قلتها يمكن معك أكثر من مرة. أهم شغلة خربها هذا القانون هو العلاقات والاحترام بين المؤسسات والأفراد والأهل والمعلمين والتلاميذ والمدارس. خرب العلاقات، صار التلميذ قاعد عم يسمع بيه وعم بيقول هالمدرسة عم تسرقني، وهيداك عم بيقول هالأستاذ عم يسرقني. طب ما كيف هالتلميذ بده يحترم مؤسسته؟ الأستاذ لما بيقول أنا مدرستي عم تسرقني كيف بده يحترمها؟ ولما المدرسة تقول الأهل مش عم يدفعوا الأقساط كيف عم بده يحترمون؟ خرب العلاقة اللي مفروض تكون من أسمى الاحترام بين هالثلاث عناصر، لأنه بسبب المصاري. وفي عنا مثل بلبنان بيقول القلة بتولد النقار، يعني عيب ومعيب هذا الحديث. تنرجع على شو دور لجان الأهل. لجان الأهل قلت لك بالقانون بيقول لازم أنه لجان الأهل تأمن المداخيل للمؤسسات للاستمرارية. أكيد هذه المداخيل ما لازم تكون أكثر من المصاريف إلا بنقزة صغيرة بس تقدر مؤسسة تستمر. لكن نحن عندنا هذا الدور. ثاني دور هو الأساسي كمان، أنه تراقب الموازنة حتى تتأكد أنه هالمداخيل اللي إجت على هالمدارس عم تستعمل بالمحل الصح ومنا زيادة عن المصاريف بشكل كتير فاضح، لأنه صارت القصة بتصير تجارة بالوقت مفروض أنه المؤسسات التعليمية هي كلها مؤسسات لا تتوخى الربح. صح. هلأ يعني في اليوم مشكلة مدرسة، بعرف أنه حضرتك مش مسؤول، بس في مشكلة مدرسة زادت 50% على الأقساط بأول السنة، وهلأ مقررين أنه بدهم 3 مليون ليرة زيادة. هيدا شو بتعتبر؟ المدارس عم تعتبرها كهيبات للأساتذة؟ يعني الأهل بدهم يتبرعوا للأساتذة ليقدروا يكفوا، والأهل بدهم كمان يكفوا المدرسة ويأمنوا كل المستلزمات لأولادهم، والأهل بذات الوقت ما هن بمؤسسات يمكن عندها تعثر وعندها مشاكل قد ما الأساتذة عندهم مشاكل وقد ما المدارس عندهم مشاكل. صحيح. ما هو نحن ثلاثتنا خسرانين، السنه سنه خسائر الاهل. صار في مواجهه استاذ ريمو، بعتذر، يعني بمحلات شفنا تظاهرات امام المدارس من الاهل، يعني شفنا مواجهه ما بحياتها صايره بين الاهل والمدارس، يلي كان في ثقه يمكن عم تنفقد بمحل معين. مزبوط. ما انا هذا اللي قلت خربت الثقه وخربت الاحترام بين هالثلاث عناصر. بلا ما يشوفوا كيف بيقدروا يساعدوا بعضهم تا يستمروا، عم بيشوفوا كيف بيقدروا يخونوا بعضهم ويقولوا هذا عم يسرقني وهذا مش عم يسرقني. خليني اقول لك قد ما شغله، السنه الموازنات كلها مضروبه بغلى الدولار اللي صار. ما حدا بيقدر بالمطلق يجي يقول اوكي يا جماعه نحن عندنا قانون بيقول 65 35 بدنا نمشي عليه مثل ما كنا ماشيين. الزودات اللي عم تطرح عندها أسبابها المنطقية وفي أسباب مش منطقية، خلينا كمان نكون واعيين. أول شغلة الزودة بلشت بأول السنة، بلشوا المؤسسات تزيد بين 30 و50%، لأنه ما حدا منهم برأيي أنا كان عارف وين رايح. ووقتها بلشت الأرقام تبين، بلشت الصرحة تطلع. إضافة إلى ذلك القانون اللي طلع وعطى 65 ألف ليرة بدل نقل للمعلمين وللموظفين، مش بس المعلمين لكل الموظفين، هيدا كلف عبء مالي بين 20 و25% من قيمة القسط. اللي بيعرف بالأرقام بيعرف أنا شو عم بحكي. 25% زيادة بس حق بدل النقل. هلا نحن عملنا جولات اجتماعات باللجنة الطوارئ التربوية مع معالي الوزير، وكان عم بيقول ومعه حق، روحوا شوفوا شو الفورمولا اللي هي بتناسب الكل لحتى نقدر نحن نمشي فيها. ممنوع الأستاذ يجي على صفه ما يقدر ياكل، وممنوع المدرسة ما تقدر تكمل، وممنوع الأهل يطلعوا مكسورين. اتفقنا بعدة جلسات وصلنا لها وعملنا ورقة عمل وقدمناها.
قلنا فيها انه المؤسسات مفروض تعطي هالاساتذه اضافه لمعاشاتهم اللي هي ثابته واللي هي كانت سنه الماضيه واللي قبلها مبلغ معين اللي هو اعتبرناه مثل مساعده اجتماعيه اسوه بموظفين الدوله اللي هم الدوله عم تعطيهم. وامبارح طلع القرار بين المليون والمليونين وخمس ملايين والى اخره بالشهر لحتى يقدروا هالاساتذه يكملوا. هالزودة اللي هي ما كانت محسوبة بأول السنة مع زودة غلاء المعيشة بدل النقل عفوا هودة اثنين زيادة عن الغلاء اللي هو تبع الدولار جبر انه بعض المؤسسات اللي هي ما عندها قدرة انه تتحمل هالخسائر تعكسها مباشرة على الأهل. هلا بدك تقولي لي في محلات في اشياء مش مقبوله، ايه اكيد خاصة قصة الفراش استاذ ريمو يعني كانت بمحل ثقيلة شوي على الأهل. مظبوط مظبوط بس عم بشرح لك اياهم بالتفصيل. اليوم اي حدا منا بفوت على اي سوبر ماركت او على اي شغله بده يشتريها قديش كم مره زاد حقها؟ يعني زاد حقها 20 مره بين ال 15 وال 20 مره. قصه المدرسه عم بزيد 50% 60% 100% يعني دوبا بالوقت اللي الدولار انضرب ب عم نحكي ب 15 مره. بقى في مشكله في مشكله بس هلا انا رح اقول لك وين اللي مش مقبول. اللي مش مقبول هن المؤسسات اللي عم تجي تفرض على الاهل يدفعوا فريش دولار الزامي بحجه انه نحن بدنا نعطي الاساتذه فريش دولار. هون هيدي مش مقبوله لانه القانون بيمنع هذا الشيء. هلا اذا الاهل تبع هذه المدرسه ولجنه الاهل تبع هذه المدرسه ما اعترضوا ما حدا بيقدر يفوت بيناتهم لانه بالنتيجه هذه العلاقه هي بين المدرسه ولجنه الاهل. ولكن انا بدعي هودي لجان الاهل انه ينتبهوا لانه مش كل الاهل بحيلا مدرسه قادرين يحملوا هذا الشيء. صحيح. وفي امتعاض بمحلات كثيره انه ونحن عم في كثير ناس بيراجعونا انه لك يا اخي طب انا مثلا مش قادر ادفع 500 600 دولار فريش زياده عن قسطي. هلا في مدارس زادت على اللبناني وزادت الدولار فريش زياده. يعني هون في لك حتى نكون مش ظالمين هودي عدد مدارس كثير قليل وعادة بينتمي لإله مجموعة أهل بتكون مرتاحة. ولكن اليوم بطل حدا مرتاح بلبنان. اللي مرتاحين صاروا أشهر. أستاذ ريمو هيدا يلي دايما عم نطرح الصوت والأسيس بيوفقني أنه صار العلم للميسورين فقط. يعني هيدا اللي بفهمه وهيدا الشيء يعني كان من أيام زمان وجاي جدودنا وبياتنا وأهلنا كانوا يحرموا حالهم من كل شيء هيدا على لبنان حتى يعلموا أولادهم. فليش بده يكون العلم للميسورين؟ ليش بده يكون في اولاد برات مقاعد الدراسه واولاد على مقاعد الدراسه ويطلع هن الضحيه لكل الصراعات اللي نحن عايشين فيها؟ هيك هي الضحيه مش لهودي الصراعات، معلش خلينا نرجع شوي فشخه لورا. القانون التعليم بلبنان قبل ما يجي الاسيس طرابلسي على اللجنه النيابيه هو بيعرف بلشوا يزيدوا من سنه 2000 لما نعطشوا الأساتذة 10 درجات ونص بدون ما حدا غيره يزيد. رجعوا اجى القانون 46 عطشوهم 6 درجات وغيروا لهم معاشاتهم وانضرب صحتين على قلبهم. انا ما حدا يفهمني انه ما بيستاهلوا، بس اللي عم بقوله لما بدكم تعطوا هالزيادات هاو بدكم تأمنوا للعالم مداخيل تطلع معها. الانسان اللي معاشه كان مليون ونص بعده معاشه مليون ونص، كان الاستاذ اللي معاشه مليون ونص صار معاشه 6 ملايين. الاستاذ بيستاهل بس كمان هذا منين بده يجيب تيدفع؟ كمان الطبقة الاهل بيستاهلوا. الطبقه اللي عم بتصير بلبنان انه العالم عم بينزلوا مداخيلهم بالوقت اللي غلى التعليم عم يطلع، وهون ما حدا بيقدر يحلها الا الدوله. يعني مش كل مره بدنا نجي نقول المؤسسات هي عم بتزيد وهي عم بتزيد غلط او عم بتزيد صح. انا بدي اسال وين دور الدوله؟ وين دور الدوله لما بتعمل قوانين ما بتنتبه انه هودي الزيادات بدها تنعكس على الاهل وهودي الاهل عم بيفقروا؟ وين الدوله اللي من بدها تيجي تزيد للعام ما تزيد للخاص؟ نحن في عنا ناس عم بيقولوا لنا وهيدا يعني انا ما بقبل احكي هذا الحديث بس لازم انقله. لك يا اخي عاملونا مثل السوريين بلبنان، عاملونا مثل المهاجرين بلبنان. طيب نحن الشعب اللي مفروض انه بدنا عم نقتل حالنا تنبقى بالبلد بس تنعلم اولادنا، شو مصيرنا؟ وين مستقبلنا؟ طيب وعلمناه بالمدرسه وين بنصير بالجامعه؟ اذا ما في مساعده لهالاهل رايحه القصه على مشكل كبير. بتتذكري كم مره هذا الحديث انا قايله معي؟ صحيح. مش مقبول انه اليوم يصير قصه الولد 15 و20 مليون. الرقم بحد ذاته بالمطلق ما له معنى لانه ال 20 مليون هن 1000 دولار.
بس ما هي هو ليه ما منطق حدا يقدر؟ إدارات المدارس هيك أسيس كمان أو أستاذ ريمو، إنه أنتوا لما كنتوا تدفعوا 5 مليون و6 مليون كانوا 3000 و4000 دولار، هلا ال 5 مليون وال6 مليون وال10 مليون هن فعليا قديش 200 أو 300 دولار. مزبوط مزبوط، ليش بدنا نتحبى وراء اصبعنا؟ مزبوط، 3 طن المازوت اليوم حقه 800 دولار 700 دولار. طب قسط المدرسه اقل من حق طن مازوت. ما عم دافع عن حدا، بس انا عم بحكي، انت بتعرفي انا بحكي مهنيا، انا بحكي ارقام لانه انا هيدا شغلتي وهيدا اختصاصي، وما بسمح لحالي احكي مثل غيري بس حتى دق بغرائز العالم واقول لهم ايه قوموا واطردوا. في واقع، الواقع بدنا نعالجه، بدنا نعالجه جد، لا بالبهورة ولا بالعيط ولا بالصريخ. اجى انعمل قانون 350 مليار، تأملنا في خير انه هذا جاي للاهل وبده يساعد الاهل. اول شيء من سنه 2019 2020 صار مرق 3 سنين بعد ما شفناه، ثاني شيء بتطلع المراسيم التطبيقيه انه الاهل ما راح يشوفوا شيء منه. هيدي المساعده تبع الدوله اللي نحن كنا ناطرينها وعم نعول عليها صار لنا 3 سنين من الوزير التربيه بوقتها لليوم، شو طلع منه؟ هذا الاسيس حدك اساليه، انا كم مره حكيت انا وياه بالموضوع. الاسيس رح يفوت بمداخله معنا كمان، وين صاروا ال 350 مليار؟ هيدي 350 مليار انا مع زملائي بلجنه التربيه، وانا شوي زياده لاني رحت عند الرئيس حسان دياب والوزير طارق المجذوب، اشتغلنا عليها على اساس انها تروح مليون ليره لكل ولد بالمدرسه الخاصه مساهمه عن قصته تخفف العبء عن كاهل الاهل لصالح الاستاذ، نخفف عن المدرسه بقسط الاستاذ. انتهت القصه، كنا الجمعه الماضي نحن بحلقه مشتركه انا والاستاذ ريمون معالي الوزير، اجى القانون كيف بده يتطبق، كله مبني على الراس، عفوا على الولد، عدد التلاميذ بالمدرسه الى اخره الى اخره، ممتاز. اخر شيء لتروح لصندوق التعويضات عن الاساتذه، طلعنا عم نخفف عن المدرسه تجاه صندوق التعويضات، وفي مدارس ما دافعين عن اساتذتهم. ما هون الفضيحه بقصه القطاع الخاص، ما قلت حكيت عن الشفافيه، في مدرسه بتصرح عن اساتذتها مزبوط وبتدفع عنه مزبوط، وفي مدرسه في مدرسه بتصحح عنه اقل وبتهدده للاستاذ، انا مسجلتك ب 900000 ليره، عجبك عجبك، ما عجبك فتش على غيري، مضطر يشتغل عم بيشتغل، وبعدين بروح يتقاعد بيطلعوا مش دافعين عنه ابدا ومش دافعين حسب الاصول. فجينا هلا نحن نسكر عن المدارس، طلعنا فالقانون 350 مليار ما طلع للطلاب. هون انا عم طالب الوزاره مثل ما قال استاذ ريمون، ما طلع للطلاب وبالتالي ما استفادوا الاهل والاساتذه والمدرسه. نعم. هلا عم نطالب انه هذا كان القانون يكون لكل سنه. عملنا البطاقه التربويه، والوزير انا تشكرته على الهواء وتشكرته اصلا بالتويتر لانه صحيح. اسرع وزير بالتحرك انه يحط قيد التنفيذ لهالبطاقه. انا عم بقول انه الحل على الدوله مثل ما بقول استاذ ريمون، الجهات المانحة تقدم للدولة على شرط عبر هالبطاقة هاي عبر هالهوية يروح بالتساوي لكل تلميذ، بعدين بنحط الشروط على المدارس وإلى آخره حتى ما يصير في زعرة. في دائما أبواب حتى واحد يسجل ابنه بمدرستين أو كذا، لا تنعمل مزبوط، وحتى المدرسة كمان تخضع للقوانين لأنه في مدارس مرتبة بإداراتها، في مدارس مش مرتبة بإداراتها، وفي مدارس كمان شاطرة القضايا يلي مش واضحة بالموازنات. تتصور انه في مدارس من المدارس المتوسطة والكبيرة لأمسين تبلشوا يعملوا موازنات، يعني بدنا نحكي اللي قلنا واللي علينا. فأنا بوافق الأستاذ إنه بدنا حل من الدولة. هلأ هيدا الحل من الدولة بده يشمل الجميع، مش بس بدي يظبط الأساتذة بالقطاع العام، الأساتذة بالقطاع الخاص، بدي يظبط معاشات الأهل، العسكر، الناس يلي هني بالأخير بدهم يدفعوا. تماما تماما استاذ ريمو، بعد عندي سؤال. ايه تفضل، لانه بده ينضم لنا بعد سؤال ابو يوسف. نعم. انا بتشكره كثير يعني للاسيس لانه انا وياه حكينا كثير بالموضوع ومتفقين على الاشياء مع بعضنا. استاذ ريمو هلا بتجي راحت الكهرباء، هلا بتجي الكهرباء، هلا بتجي بعد 10 ثواني بهالوقت. كمل كمل. ايه خلص ماشي الحال، ايش الكهرباء اللي صار بهذا القانون، هو اللي هو مخالف واللي هو مش دافع لصندوق التعويضات واللي هو مش دافع مزبوط عن الاساتذه تبعه عطيو مكافاه، صحيح، امنوا له مصاري يسدوا عنه بالوقت اللي هو لازم يتحاسب، والمؤسسات اللي دافعه بعد مش واضح وين بدهم يروحوا مسؤوليتها. اذا انا اليوم انتمي لمؤسسه وهي دافعه وين بدهم يروحوا مسؤوليتها؟ هل رح يرجعوا للاهل ولا مش رح يرجعوا؟ يعني بالنتيجه هول 350 مليار نحن ما شفنا شيء منهم ولا رح نشوف شيء منهم. هيدي باخر الحديث.
بقى مثل ما هيدي صارت بنتامل انه نتعلم منها وما يصير غيرها، لانه بالنتيجه اذا ما تساعدنا ما في مجال. لو عندنا خيار بالرسمه، لو الرسمه تعليمه في مكان اماكن كافيه، لو في تعليم بنوعيه جيده كافيه، صدقيني كانت نص العالم بتروح على الرسمه. عم بيصير العكس استاذ ريمو، عم يلزم السنه شو صار؟ هذا اكزاكتلي ما عم بقوله. السنه اللي صار فلوا من الرسمه، عم بيتدينوا المصاري وعم بيروحوا يشوفوا كيف بدهم يأمنوا الحد الادنى من المصاري تيحطوا اولادهم بالمدرسه الخاصه، لانه المدرسه الرسميه منا خيار. طيب الاساتذه تبع المدرسه الرسميه عم يقبضوا على اخر حقهم، امبارح بنعرف كم مره صاروا مضربين ومسكرين الطرقات ومسكرين المدارس لحتى ياخذوا حقوقهم، صحتين على قلبهم ياخذوا حقوقهم، بس الولد ليش بده يدفع حقها هذه الاشياء؟ ونحن اهل الخاص طالعه كل الاب علينا، يعني نحن بندفع قسط المدرسه عن اولادنا، بندفع ضرائب عن 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 حالنا، وبندفع لاولاد الاساتذه تبع الرسمي تيعلموا اولادهم بالخاص. لك عم حدا يفهمني هالتركيبه كيف راكبه؟ طب انا اهل عم بيجي بدفع ضريبه تاستاذ بيعلم بالرسمي يحط اولاده بالتعليم الخاص. صحيح. مشان هيك انا عم بقول بالبطاقه التربويه يلي ما عجبهم فيها عندنا نمط نوع من التفكير حتى باليسار تحيدي. حتى باليسار ما بقى موجود إيه انه بيشتموا المدرسه الخاصه وانه نحن هاي البطاقه بتدعم المدرسه الخاصه كانه مش لازم ادعمها. طيب خيي انا بدي ادعم المدرسه الرسميه، بس كمان هول الجماعه هونيك قلت لك الطفل المدلل لدى الدوله مدعومين كثير اكثر من المدارس الخاصه. نحن بدنا مدللوا كثير اسيس لدرجه انه ما طلع من امرهم شيء بالاخر، يعني لا هلا في فشل ذريع. يمكن لو الاستاذ عماد هون بنحكي، لو مسؤولين مدارس الرسمية بنحكي، ما بدي أظلمهم كتير أكيد. بس هن ظلموا أولاد العالم بالإضرابات الغير معقولة. معقولة بس 25 يوم وعملوها قضية إيديولوجية إنه نحن لن نتراجع وكذا. إيه صديق كتر خيرك، لأنه السياسة تدخل في كل شيء، كتر خيرك لأنه في اعتبارات سياسية بكل هيدا القصص. كل قصتهم هولي أنا بتمنى تنفتح. أنا مع إنهاء التعاقد ومع فحص مجلس خدمة مدنية، واللي بينجح هن بدهم يعملوا فحص ملطش تيكونوا كلهم كادرين. يلي بينجح بفوت على التعليم الرسمي تيضلوا التعليم الرسمي. اذا بدنا نحكي عن تعليم رسمي بدنا اياه مثل فرنسا، يعني هو الاول وبعدين وبعدين القطاع الخاص. الاول منجيب له الاول، ما منجيب له كيف ما كان. انا عارف انه بالمتعاقدين في ناس ممتازين، وسبق وقلت لهم لما كانوا يجوا لعندي كانوا بعدهم كلهم طيبات معي، هلا مش كلهم طيبات معي هلا صاير عم لا قل لهم ملفكم ما بينحمل، في عندكم ناس ما فيكم تدافعوا عنهم. ما بتقدر معلمك البروفات تعلم، ما بتقدر يلي معه بروفات تعلم، اللي معه تيرمينال تعلم، واللي معه اختصاص بالجغرافيا عم بيعلم رياضيات، واللي عنده اختصاص بالحقوق عم بيعلم بيولوجي. ما بتقدر. فهني بدوا الامتحان باللي عم بيعلموه واللي بيعرفوه بدون الشهادة، فمش ظابطة. أنا مع إنهائها، ولذلك طالبت أنه نعمل فحص مجلس خدمة مدنية ونكودرهم، ما بقى بدنا تعاقد. خلق خلينا نرجع لهذا الموضوع. استاذ ريمو انا بدي اتشكرك على مداخلتك معنا، على امل كمان انه يكون لنا لقاء باستوديو ونكون حلينا جزء من كل هالمشاكل اللي بنحكي عنها دايما. مرسي كثير، بس اسمحي لي بعد مره فكره واحده قد ما لانه مهمه. في رئيس مجلس الوزاره مع معالي وزير التربيه ولجنه التربيه النيابيه دعيوا للقاء تشاوري، كان اول جلسه منه اثنين وهلا عندنا جلسه ثانيه بعد نهار الاربعاء. انا بدي بس بدي اقول انه انا من الناس اللي بيتاملوا انه هذا اللقاء يعطي نتيجه، علما انه ما بعرف بلبنان كيف الاشياء بتمشي، ولكن ضروري انه كل جهات المانحه تقشع بشفافيه كامله الوضع تبع القطاع الخاص، وتقدر تعرف انه لمن عم بتساعد القطاع الخاص، لانه القطاع الخاص اليوم بيمثل اكثر من 70% من القطاع التعليمي بلبنان وصار هو الاساس. واذا هالقطاع انضرب 70% من طلاب لبنان رح يكونوا عندهم مشكله كبيره. بقى انا بتمنى باسم الاهل انه على القليله اذا اهل البيت ما ساعدونا، بركي هالعالم اللي برا بيشفقوا علينا شوي وبيشوفوا انه نحن وضعنا من الضروري انه يتساعد لنقدر نقطع هالمرحله ونقدر نستمر. هذا كل شيء بحب اقوله، وانا ممنون. بتشكرك والى اللقاء بحلقات مقبله، على امل مثل ما قلت انه نكون حلينا جزء من هالمشاكل. اسيس بعد بدي اطرح عليك سؤال قبل ما ينضم لنا الاب ناصر، نحن حلقتنا رح نمدها بعد ربع ساعه ايضا. كمان في تويت لفتتنا لحضرتك انه لجان الاهل لم يكونوا ممثلين في هذا اللقاء التشاوري.
ايه ما كانوا ممثلين، دي عيون. انا بالنسبه لي انه يدعون، هل ترشرزمون؟ كيف بتشوف حضرتك ترشرزم فعلا واتحادات لجان الاهل؟ انا بقول له للاستاذ ريمون، في عنا اتحاد لجان الاهل برئاسه الست لمى الطويل، وعنا اربع لجان اخرى، الاستاذ ريمون رئيس وحده منهم، كل لجنه بتضم لها شي 30 40 مدرسه. انا بدعيهم انهم يتحدوا ويروحوا بصوت اقوى. لما قلت انه من دعوا، وانا شفتهم تحت وسلمت عليهم، استاذ ريمون كان، ست لما كانت، والباقيين كانوا. مش المهم تدعيهم يقعدوا يتفرجوا، لا لازم يكونوا فعالين ومشاركين، لازم يكونوا مشاركين. ما اعطوهم فرصه للكلام، انه شو يعني انتم جايين تسمعوا الشكوى تبعنا كاهل كمدارس وكجهات تربويه على كل الليفلز؟ هول هن الاهل، عفوا بدي اعتذر، هول الزبون، صح، هول الزبون، والزبون ملك على إيه، الزبون ملك بكل هول الموجوعين، هول الاكثريه، هول الاكثريه، خلون يحكوا، ما خلون يحكوا، قالوا لهم مرت الجاي بتحكوا، فانا ناطر الاربعه يحكوا. مساء الخير الامين العام للمدارس الكاثوليكيه الاب يوسف نصر. مساء الخير، مساء الخير لإلك ست أدمعة، مساء الخير لسعادة النائب، ومساء الخير لجميع المشاهدين. بداية قبل ما نفوت بكل التفاصيل بدي أقول لك الحمد لله على السلامة. عرفنا أنا حضرتك امبارح تعرضت للسرقة بزحلة، ويبدو كان في تكسير إزاز سيارتك، و يعني سرقت عدد كبير من الأغراض الخاصة فيك. صحيح، هذا الشيء صار امبارح بزحلة قدام مطرية سيدة النجا في قلب المدينة، وهذا الشيء بيدفعنا انه نطرح العديد من الاسئله. اين اصبح لبنان على جميع المستويات بما فيه على المستوى الامني؟ لبنان اصبح في قعر الهاويه. بالحقيقه شعوري من بعد الحادثه، انا حزين على لبنان، اين اصبح؟ يعني الواحد بقلب بيته معرض انه ما يكون بامان ولا يكون بسلام. اللبناني مهدد في قلب بيته، مش بس بلقمه عيشه، اللبناني ايضا مهدد اجتماعيا وامنيا واخلاقيا وتربويا واقتصاديا وسياسيا. نحن بحاجه انه نرجع نركز على أمور البلد. نحن عايشين بفترة ضياع، وضياع كتير كبير على جميع، عم ينعكس على المسار التربوي. أبونا اليوم كمان مشكلة جديدة طرحت، مدرسة عم بتزيد أقساط هلأ بنص السنة زيادة عن 50%، مدارس عم تقفل بسبب كورونا، في ناس بتقول انه بسبب كورونا، وفي ناس بتقول لا توفر هلا بفتره الشتاء، في مدارس ماشي حالها ومستوى التعليم فيها لازال كما هو ومستمر بشكل جيد مثل ما عم بيقول القسيس افتراضيا وحضوريا، وفي مدارس خاصه وكاثوليكيه تحديدا عم يتراجع فيها مستوى التعليم. ما هو دور الأمانة العامة بهذا الموضوع؟ هل رح تاخذوا قرار موحد؟ هل رح تعلنوا حال طوارئ تربوية؟ ما بعرف شو الحل يلي لازم يكون موجود. نحن بدنا ننطلق من المؤتمر التربوي اللي صار يوم 4 شباط، واللي بده يستمر ب 16 و 17 و 4 أدار. بدنا ننطلق من هون. هيدي صرخة عم بيوجهها كل المعنيين بالشأن التربوي بحضور الدولة. كل الدولة موجودة بهيدا المؤتمر، وكل أفراد العائلة التربوية موجودين، وكل القطاعات التربوية موجودة بهيدا المؤتمر. لازم ننطلق من هون حتى نعلن شيء جديد، حتى نضع خطة إصلاح تربوي. لا يجوز أن يستمر حال التربية على ما هو عليه، حالة من التخبط. نعم صحيح الواقع اللي وصفتيه ست أدمع، كل مدرسة عم بتحاول أنه تحل أمورها بمفردها قد ما بتقدر وعلى قدر ما أعطيت من الإمكانيات. ما فينا نطلب من المؤسسات قبل ما نعطيهم، قبل ما نوضع إيدنا إلى جنبهم نساعدهم ندعمهم
حتى يقدروا يستمروا بالرسالة التربوية. اليوم ليس وقت تنظير على المؤسسات التربوية، اليوم هو مطلوب بشكل أساسي أن نساهم مع وزارة التربية، مع الدولة اللبنانية، مع الجهات المانحة، مع الكنيسة، مع اللجنة النيابية التربوية بوضع خطة إنقاذ تربوي فورية لهذا البلد. هناك مشاكل عديدة عم نواجهها. خليني أذكر مشكلة الفقدان العلمي أو الفاقد التعلمي أو الفقر التعليمي اللي اليوم عم نواجهه من بعد سنتين كورونا، والخطر أنه هذه السنة لا تستمر بشكل طبيعي. هناك حالة أيضا من التسرب المدرسي ويجب الانتباه إلى هذا الوضع. هناك العديد من الطلاب اللبنانيين خارج صفوف المدرسة، يجب البحث عنهم. هناك مؤسسات تربوية عم تنهار اقتصاديا، وخاصة في المناطق الجبلية وفي مناطق الأطراف. هناك المدرسة المجانية مهددة كل يوم. لذلك نحن كأمانة عامة نوضع إيدنا بإيد اللجنة النيابية التربوية لسعادة النائب هو عضو فيها وعضو فاعل وناشط فيها، مع وزارة التربية ومعالي وزير التربية هو حريص على الشأن التربوي، كما مع سائر الدولة يجب وضع خطة إنقاذ حتى نعالج هذه المشاكل، حتى نستطيع تأمين ما تبقى من هذا العام الدراسي بشكل أشبه بطبيعي. ما فينا نقول بقى طبيعي، أشبه بالطبيعي. والأهم من هيك، يجب البدء بالتفكير ببداية العام الدراسي القادم. ماذا سنواجه في بداية العام الدراسي القادم؟ كيف سينتهي هذا العام الدراسي؟ ما مصير الشهادات الرسمية؟ سؤال كتير كبير برسم الدولة وبرسم وزارة التربية. نعم، كل الأهل عم يطرحوا هذا السؤال قبل ما نكفي. نعم. نحن مصرون على أن تبقى الشهادة الرسمية، إن لصفوف الشهادة الرسمية أو لصف التاسع أساسي. يجب البدء اليوم بالتفكير كيف يمكن لنا أن ننقذ هذا العام الدراسي، وكيف يجب علينا البدء بالتفكير من خلال مؤتمرات متواصلة. ما بكفي اجتماع واثنين وثلاثة، كل المعنيين بالشأن التربوي مدعوين اليوم يلتقوا على طاولة واحدة حتى يضعوا خطة إنقاذ. لا يجب علينا أن ندع القطاع التربوي ينهار أكثر ما هو منهار. أسيس، بحب أسمع رأيك باللي عم بيصير، وأكيد يمكن المؤتمرات واحدة ما بتكفي، بده يكون في حلول من هذه المؤتمرات. طبعا. لأن اللجان والمؤتمرات والأبحاث أثبتت أنها ما عم توصل لمحل إذا ما في حلول جذرية بالموضوع. واحدة من الأشياء المنيحة اللي حصلت بهذا الزمن السيء جدا هو هذا اللقاء اللي جمع الجميع، وهذا ضروري، وضروري يطلع منه شيء عملي. بدي استفيد من الورقة المقدمة من سعادة الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بالمؤتمر، وبعتقد هو قدم الورقة باسم المدارس الخاصة، الاتحاد المدارس الخاصة. نعم. تنذكر، تنقول للأهل، للمشاهدين، نحن عندنا بلبنان عدد من المدارس الخاصة في لبنان، في عنا 514,988 طالب بالقطاع الخاص، وعنا 384,741 ألف بالقطاع الرسمي، وبالمدارس المجانية عنا 116,000. بما بيطلع بالنتيجة عنا تلتين التلاميذ حوالي 630,000 بالقطاع الخاص و 380,000 بالقطاع الرسمي. تلتين بتلت. القطاع الخاص شائل التربية في لبنان، وهلأ هو أمام أزمة. عدد المدارس هو على الشكل التالي، وبس مدهش، تلتين بتلت، وهن تقريبا قد بعضهم عدد المدارس. المدارس الرسمية على المدارس، عدد المدارس الخاصة تماما. المدارس الخاصة هن 1460 مدرسة، معظمهم مدارس بريفي بيينج، و 331 ضمنهم يلي هن المجانية. المدارس الرسمية 1236 مدرسة. شوف قديش عم بينصرف. انا بقول لهم انه المدرسة الرسمية هي الطفل المدلل،
للدوله اللبنانيه. بس الارقام مخيفه، هي تحوي ثلث هذا وهي عدديا قد المدرسه الخاصه. طبعا عدد الاساتذه اكثر بالدوله، موازنتهم اكثر بالدوله. بالتعليق. تفضل. اكيد تفضل ابونا. سعاده النائب، مع لفت الانتباه الى انه هيدي احصاءات العام الدراسي 2021. نعم. والامر والامر اختلف كليا مع بدء هذا العام الدراسي. زادوا 60,000 بالمدارس الخاصه. صار في نزوع. صحيح. صار في نزوع عكس ما كانوا عم يحكوا. كانوا عم يحكوا نزوع. صح. ويجب طرح السؤال، يجب طرح السؤال اين ذهب التلاميذ الباقون؟ لانه بعد في قسم من التلاميذ لانه بالخاص ولانه بالرسمي يعني يقال خارج المدرسة تسرب. وهون الكارثه ممكن تسرب. يقال انه هناك حوالي بعتقد 25% من عدد طلاب القطاع الرسمي اذا انا مش غلطان بحسب احصاءات اليونسكو موجودين في حاله التسرب المدرسي، وهذا امر مخيف. هيدا امر مخيف. ماذا نهيئ اي مجتمع؟ شو المجتمع اللي عم نهيئ له للعام الدراسي القادم وما بعد؟ مجتمع تفلت. انا بدي اقول للمدرسه الرسميه والمدرسه الخاصه، المدرسه الرسميه الدوله قادره توقفها على اجريها، المدرسه الخاصه اصحابها اللي بدهم يوقفوها على اجريها. سعاده الامين العام عم بيطلب كان من الجهات المانحه ومن الدوله المساعده. نعم صحيح. البطاقة التربوية اللي أفتخر أنا والأستاذ أسعد درغام أنه عملناها هي الآلية لتساعد الطالب وين ما كان، بس المدرسة الرسمية بدها تساعدنا بالشفافية المطلقة تجاه الأهل بوضع الموازنة. أنا المدرسة الخاصة ما بيقدروا المدرسة الخاصة هن ما بيقدروا أنه يضغطوا على النون ممبرز لأنه في مدارس خاصة مش عضوي عندهم. صحيح. ولكن هيدي المدارس الخاصة اللي مش عضوي عندهم هن بيمشوا باتفاق بينهم وبين الأهالي القادرين يدفعوا إلى آخره. الأهل يا سعادة الأمين العام عم بيطالبوكم بأنه الموازنات تكون شفافة بالمدارس والزودات تكون معقولة. الأهل عندهم اليد العليا في الإشراف عليها يتأكدوا منها، ما يكون في طلب لزودات غير معقولة بشكل خاص الفريش دولار يلي بعض المدارس عم تطرحه. انا ما اسمح انا لي. ما لحظه شوي، انا مع انه نعدل بالاقساط المدرسيه، هيدا واقع. كل شيء غلي على الرف بالسوبر ماركت وكل الناس بشركات عم بيعدلوا لها معاشاتها. الاساتذه عندهم حاجات، المدرسه تتقلع بالمازوت والكهرباء تبعها عندها حاجات، فاذا القسط بده يتغير، بس بده يتغير ضمن ضوابط حتى الأهل يقبلوا. هيدي الصرخة بنقلك إياها من الأهل كوني بمثل الأهل، لسعادتك كونك بتمثل مش المدارس الكاثوليكية. أنا بالحقيقة بحب هو سعادة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة. صحيح. مؤسس مش بس الكاثوليكية تماما، لأنه ليش تحاطين احطاطهم أنه المدارس الكاثوليكية الكارتيل، المدارس الكاثوليكية المجرمين، المدارس الكاثوليكية اللي عم بيمصوا دم العالم؟ لا، المدارس الخاصة كلها بحاجة لحل. فأنا بأمنك على هالصرخة ورجاء أن تنقلها وتكون المدارس سباقة بأنه تقدم شيء للأهل مقنع. سعادة النائب اسمح لي بشغلتين من بعد إذن أدمع. أكيد. أولا أنا أحيي جهودك، أحيي جهودك بما يتعلق بموضوع البطاقة التعليمية، ونشكر الله وصلت هذه البطاقة إلى حيز التنفيذ. صحيح. وإن شاء الله هذا التنفيذ يصبح عمل ليس فقط قول، يصبح صحيح. عمل فعلي مع معالي وزير التربية لتأمين العدالة، العدالة الاجتماعية، العدالة والمساواة بين الطلاب. ثانيا عدالة ومساواة، وثانيا لوضع حد للهدر في القطاع التربوي، وهذا أمر أشرت حضرتك لإله من خلال الأرقام. ويكفي أن نقول أن هناك 52,000 معلم في القطاع الخاص و 40,000 معلم في القطاع الرسمي. يجب إعادة دراسة هذه الأرقام، لأن هذه الأرقام تؤشر إلى مواضيع خطيرة. شغلة تاني سعادة النائب، كما حضرتك عم تنقل لإلي صرخة الأهل،
أنا بدي أنقل لسعادتك عضو اللجنة النيابية التربوية صرخة المؤسسات التربوية، نحن عملنا موازناتنا في ظل 35-65%، يعني في ظل القانون 515 الحالي، وكل المؤسسات التربوية تعاني حاليا من حالة عجز في موازناتها المدرسية بأرقام هائلة. يعني هناك جزء كبير من المصاريف التشغيلية خارج الموازنة المدرسية، ومع ذلك سعادة النائب، ومع ذلك مع احتفاظنا بال 65-35 بقيت الزيادات على الأقسام، على الأقساط، إذا بدنا نحتسب كل المطلوب من المؤسسة القسط رح يطلع أكثر من 100% على الرغم من ال 65-35. مشان هيك نحن اللي عم نقوله، نحن إلى جانب الأهل، نحن إلى جانب الأهل، وصرخة الأهل بتعنينا، والأهل هم شركاء لنا في العمل التربوي، يقوموا بدورهم كلجان أهل في كل مؤسسة تربوية ويراقبوا الموازنة ويتحققوا من الأرقام ويتأكدوا أنه كل شيء يسير على ما يرام. ولكن نحن بحاجة إلى عامل خارجي يعيد التوازن والاستقرار. نحن والأهل لحالنا مش قادرين أنه نأمن ما هو مطلوب لاستمرارية العام الدراسي، بحاجة إلى تدخل الدولة، تدخل الكنيسة، تدخل الجهات الأجنبية، الجهات المانحة، المغتربين، يضخوا المال اللازم حتى تقدر المؤسسات التربوية تشتغل وتستمر. الموضوع ليس موضوع خلاف بيننا وبين الأهل، أرقامنا واضحة وأرقامنا شفافة، وحالة العجز الموجودة فيها المؤسسات الأهل على بينة كافية منها. ولكن المهم أنه يكون في هناك تدخل خارجي خارج عن العائلة التربوية. أنا نصر سمعتك باللقاء تشاوري بالسرايا الكبير، وأنا بالحقيقة ما جبت بإيدي إلا الكلمة القيمة اللي حضرتك وزعتها، جبتها معي لهون لأنه أنا بدي أحكي فيها وبدي استفيد منها. بس أنا بدي أقول لك أن جلسة عامة تشريعية بعد 8 أيام، المادة رقم 6 هي تعليق العمل بقانون 515. إذا قانون 515 مطلوب نعلق العمل فيه ما رح يمشي. سبق بلقاء بمكتبك قلت لك أنتوا قادرين أنكم تعملوا دراسة اكتوارية مع اتحاد المؤسسات الخاصة، تقولوا لنا إذا انكسرت قاعدة ال 35-65 قديش انكسرت؟ صارت 40-60، صارت 50-50، حتى نقدر نقدم شيء واقعي. بزيارتي مع وزير التربية، بزيارتي مع وزير التربية توصل معالي الوزير كمان لنفس القناعة أنه ما فينا نعلق العمل بالقانون. لذلك أنتم مدعوين تقدمونا دراسة قديش انكسرت حتى نحن كنواب إذا بدنا نروح تنعلق العمل بالقانون ما رح نعلق على بينة منشور تماما منزود. بدنا نقول قديش انكسرت إذا انكسرت. سعادة النائب، نحن علينا أنه نقدم لكم المشكلة، نوضع بين إيديكم المشكلة وأنتم أصحاب القرار، وحطينا بين إيديكم من خلال عدة مشاريع قوانين وصلت إلى اللجنة النيابية التربوية فيها أكثر من اقتراح، أنتم المسؤولون وعليكم اتخاذ القرار. خليني إذا كان الخمسين بين بعض. لا لا بدي أقول له شيء للبير نصر، نحن القانون ما وصل على إيدنا، هي فضيحة، ما وصل على إيدنا، نحكى بالشفهي من المنبر باللجان المشتركة نحن ما عنا قانون بين إيدينا ندرسه. تنين بكرة فرصة ثلاثة بنستلم القانون. نحن لحد هلأ بالنسبة لنا بدنا نستفيد منكم تقولوا لنا شو الحاجة تتكون يكون التشريع بلبي الحاجة. تقدمنا بعدة حلول سعادة النائب، حل 60 للمصاريف التشغيلية و40 للأقساط، إلى حل 50 ب50 رواتب وأجور وأقساط. ولكن أنا بدي أقول لك شغلي سعادة النائب، بعد 8 أيام ماذا يتبقى من شهر شباط ونحن معنا مهلة ل 28 شباط؟
حتى نقدم موازناتنا إلى مصلحة التعليم الخاص. أنا بدي أكد لك أنه أكثر من 50% من مؤسساتنا التربوية قدمت موازناتها لمصلحة التعليم الخاص على 35-65. بقى سعادة النائب قديش النسبة؟ أكثر أستاذ عماد، سعادة المدير العام الجديد اللي منوجه له تحية وألف مبروك له، مع تحية أكيد كتير كبيرة لأستاذ فادي يرق اللي تعب بمجال التربية، بيقول قال لي من حوالي الأسبوع صار عندي أكثر من أسبوع، قال لي صار في عندي 200 موازنة موجودين عندي من أكثر من أسبوع. 200 موازنة من أصل قديش أبونا؟ اعتبري أنه نحن عندنا 1600 مدرسة أو أقل شوي، 1550 مدرسة خاصة. يعني أنا أعتقد أنه واصل صار لسعادة المدير العام ما يقارب 400-500 موازنة مدرسية عن هذا العام الدراسي. يعني هلأ هيدا الحل اللي عم نفكر فيه صار سعادة النائب للعام الدراسي القادم، لانه من بعد 8 ايام ونحن اليوم ب 13 الشهر و8 و21 ما فيكم تطلعوا لنا قانون ب 21 وتقولوا لنا قبل 28 قدموا موازناتكم. هذا التفكير كله راح للعام الدراسي القادم، لانه السنه اللي ضرب والهرب هرب والمؤسسات اكلت بوكس ووقعت بحاله عجز كتير كبير. مين بده يلم هيدي المؤسسات؟ طيب هلأ من أين؟ مطلوب لإنقاذ ما تبقى. أنا بالحقيقة مني شايف إنه رح يتعدل القانون. خليني جاوبه بواقعية للبير نصر، بكل واقعية هالقانون ما رح يتعدل، وكونه رايح للسنة الجاي ما رح منروح باتجاه 40-60 و50-50، بلك لازم تكون 70-30، شو بعرفني أنا. رح ندرس، لأن لازم يكون في ضوابط وتغييرات أخرى في 515 تمشي مع هالقصة هاي تبع 35-65. أنا سبق وقلت 35 زادوا ما عادوا 35، وال 65 زادوا وما عادوا 65، لربما بقيوا 35-65 والزودة 100% بتسكر لنا إياهن وبتضل المعادلة 35-65. إن شاء الله ما نكون ضيعنا المشاهدين هلأ بالحكي هيدا. نحن بدنا نشوف كيف بتنعمل موازنة ونروح بالحقيقة لموازنة بقانون عصري. هيدا القانون ما بقى بيمشي الحال يا سعادة النائب. أنا بدي القانون العصري مش بقى رجيد هيك 35-65، لربما في عناصر أخرى، وأنا عندي اقتراح لقانون خلاص ركب أوكي، ناطر بالوقت المناسب بدي أقدمه وإن شاء الله بيكون مقنع. فينا شو ناخد تفاصيل صغيرة عنه هلأ أكيد. بما أنه نحن مثل ما بنتصرف مع كل الشركات بموازناتها أوكي. سعادة النائب أنا بدي أطرح عليك سؤال لو سمحت. امبارح اتصلت فيي، كان عندنا اجتماع عام لكل المؤسسات التربويه، كنا مجتمعين اكثر من 225 مؤسسه تربويه اكيد عبر الزوم، وطرحت عده مشاكل منها اذا اليوم عملنا موازنه على دولار 20,000 شو بيضمن لنا انه المصاريف الشهر الجاي او اللي بعده رح تبقى على دولار ال 20,000، ما رح تصير على 30 و40. اذا الدوله اليوم عم تبشرنا الدوله انه هناك زيادات في قطاع الكهرباء والانترنت والمياه والا ما هنالك من القطاعات العامه، هناك زيادات وعملنا اليوم نحن حساباتنا بالواقع الحالي، مين بيرجع بيغطي لنا هيدي الفروقات هيدي الزيادات اللي ممكن تنتج عن الموازنه؟ انا رح جاوبك. هناك اسئله سعاده النائب كثير كبيره. لا رح جاوبك اسئله الى وهم على حق. تفضل سعاده النائب. اسئله الى اجوبه. نحن نقاش كثير مفيد. نحن ما بدنا نعمل ريتوريك، نحن ما بدنا نعمل ريتوريك، نحن بدنا اسئله بدنا اجوبه. اول شيء ل 28 شباط القانون اذا ب 21 تعلق بيكونوا أكتر ناس مبسوطين فيه أصحاب المدارس، بيكونوا أكتر ناس خائفين ومزعوجين هن الأهالي ومن ثم الأساتذة، لأنهم ما رح يتعلق العمل فيه. وإذا تقدم واسي ما رح يتعلق العمل فيه. ونحن مش عم نطالب ساعات النهاية، خلينا نكون واضح 40-60 ما عم نطالب أبدا بتعليق القانون. ما بدي أنا أفهم أبدا بشكل خاطئ. نحن لم نطالب يوما بتعليق القانون. بير نصر ما عم يحكي عن أنا ما عم بحكي عنك. اللي قدموا القانون بالبرلمان نواب جهة نيابية قدمت قانون بالبرلمان تطلب بتعليق القانون، مش عم بحكي عنك. يلي قدم القانون علنا قال على المنبر تعليق القانون، ما حكي عن نسب.
أنا قلت له للبير نصر أعطونا نسب، وقلت للوزير أعطونا نسب تنمشي بشي معقول. القانون مش هيك. هلأ مقدمين شي جديد، ولجنة التربية النيابية ما اجتمعت ولا مرة لتدرس هيدا. ما عم تقول حضرتك أنه ما وصلكم معك حتى. ما عنا قانون، ما عنا قانون. بير نصر ما بعرف لمين مقدم القانون، اعتبري لو مقدمه لإلي ما بيكون وصل للجنة التربية النيابية. في آلية تيوصل لل... طبعا. واللجنة ما درست. شيء مؤسف انه ما تكون يعني عندنا كل هالورطه الكبرى بالقطاع التربوي ونحن بعدنا بالبيروقراطيه. ايه لا بالبيروقراطيه ارسل في اهتمامات ارسلناه باسم الاتحاد، باسم اتحاد المؤسسات التربويه الخاصه، ارسلنا مشروع القانون واضح ووضعناه بيد اللجنه النيابيه التربويه. انا بس بدي اقول انه بعد معي خمس دقائق انا بدي اقول نحن ما عندنا قانون، بما انه رح يكون اي قانون للعام اللي بعده رح يتعلق العمل بالبرلمان، ما رح نوصل لنتيجه، هيدا توقعي. رح نروح للجنه فرعيه تدرس شيء واقعي جديد يلائم المرحله والتغيرات اللي كل يوم فيها تغير. كيف الشركات عم تقدر تتاقلم وتنقل، المدارس بدها تتاقلم وتنقل، ما بقى فيها عند قانون المحاسبه العامه الشركات. أبونا انا وقتي خلص، بس بدي اتشكرك على مداخلتك، وان شاء الله بنعمل حلقه بتكونوا سوا من بعد الجلسه يلي راح يكون فيها نقاش حول هذا القانون. اسيس بدي كلمه اخيره منك لانه بعد معي كلمه اخيره. نحن المدرسه بهمنا نحافظ عليها، المدرسه الخاصه، المدرسة الرسمية بهمنا نحافظ عليها، ولكن نعود ننظر لها بطريقة مختلفة. ما بقى بيصير نستمر بكفي الأرقام يلي عم الأرقام خطيرة ومخيفة. أنا إذا بدنا نحكي شيل العواطف والشعبوية على جنب، ومين بيهددنا بالتصويت ومين ما بيهددنا بالتصويت وشو بدنا نعمل، هيدي مهزلة أو مأساة، هيدي ما بتصير تستمر. عندي أهل ما عم بيقدروا يدفعوا الأقساط، بدنا تعاون بين المدرسة والأهل تنحل هون. هلا انا قلت لهم فيكم تقدموا موازنه قبل 28 شهر، لانه مثل ما زادت فاتوره المازوت انتم بالمدارس زادت معاشات الاساتذه، فاذا وزدتوا على الاقل. وليش في مدارس كبرى ما كسرت عندهم ال 35 65؟ انا مسؤول عن كلامي. صحيح. مدارس مسيحيه كاثوليكيه كبرى ما غيرت وما فاتحين النقاش، كملوا قدموا من ضمن ال 400 معظمهم كاثوليك هولي وانجيليه وغيرهم كمان ربما من كل الطوائف حتى ما نظلم حدا. فبقى نحن اكيد هيدا اللي عم بيصير بالسرايا بلش يحط ارضيه صالحه لنوصل لحل. بس انا متاكد ما في حل انه هلا بضرب انا النفير بيركضوا الدول جايبين شنط سحريه، لا بيجيبوا لنا شنط كاش وبيكبون بالمدارس بيقولوا قطعوا هالعام. لا اكيد ان شاء الله بيقطع العام الدراسي على خير وبيكون لنا حلقات متتاليه تربويه ان شاء الله. النقاش جدا ممتع. مشاهدينا انا بدي اتشكركم على متابعتكم، بلتقيكم الاسبوع المقبل، وعلى امل انه يكون في حلول لكل المشاكل اللي نحن فيها، والتربيه اللي هي مدمك اساسي، واذا ما ربينا جيل صح بنكون ما بعرف وين عم نخرج اولادنا. الى اللقاء، وتابعوا برامج الاو تي في، وكمان مع زميلتنا ناتالي عيسى ورئيس الجامعه اللبنانيه رح نبقى سوا بعد الاخبار. الى اللقاء.